شهادات المجاهدين التي نعتبرها هامة وهامة للغاية، لأننا بصدد تكوين رصيد هام للأجيال وللشباب وللناشئة من خلال تسجيل هذه الشهادات الحية من أفواه المجاهدين. من الآن وصلنا إلى عدد هام وهام جدا من خلال تسجيل ما يقارب 40,000 شهادة حية، وهو ما يقارب أيضا 30,000 ساعة من شهادات المجاهدين، الذي نعتبره مقبولا نوعا ما، لكننا ننتظر الاجتهاد أكثر في هذا الموضوع، لأن كل شهادة من شهادات المجاهدين هي صفحة من صفحات تاريخنا الوطني الذي نعمل على ترقيته دوما، ولكن في نفس السياق نعمل على توظيف كل الأساليب الحديثة لتلقين تاريخنا المجيد